السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم يوسف نصر من قناة اكتشف العالم. حلقتنا بتاعت النهاردة عن اجابة عن اسئلة كتيرة جدا جاتلي، وهي ازاي انا بقدر اني اضيف زر سبسكرايب اللي هو الاشتراك في القناة على الفيديوهات بتاعتي وتفعيل الجرس بتابعة الحال. كل ما مطلوب منك بسهولة جدا، الموضوع سهل جدا، مش هياخد في ايدينا دقيقة. خش على يوتيوب، تمام؟ اكتب جرين سكرين، تمام، او نقول سبسكرايب بوتون، خليه عشان يظهر لنا النتائج افضل، نقول سبسكرايب بوتون، تمام. ان شاء الله هسيب لكم الروابط كلها بتاعت الفيديوهات دي في الديسكريبشن، في التدوين اللي في الديسكريبشن تحت او في الوصف، تمام. هنلاقي ان بعد ما كتبنا سبسكرايب بوتون جرين سكرين، حابين ينوه على حاجه ان دي معلهاش كوبي رايت. يعني ايه معلهاش كوبي رايت؟ معلهاش حقوق طبع ونشر. واحد هيقول لي طب يعني يا عم يوسف، انا دلوقتي هاخد بقى الجرين سكرين دي كلها كده اهو واقوم رافعها على قناتي. لا، غلط 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 بمعنى الكلمه، لان انت هتاخد كوبي رايت. طيب ازاي ما اخدش كوبي رايت؟ المطلوب منك ان انت لما هتحملها شيل الجرين سكرين اللي ورا دي، تمام. وبعدين انت مش محملها عشان ترفعها تاني، انت محملها عشان تحطها على فيديوهاتك. فالمطلوب منك ان انت هتشيل الجرين سكرين دي، هنتعرف على كل حاجه دلوقتي. هتشيل الجرين سكرين اللي ورا دي، الشاشه الخضراء الكروما يعني من الاخر اللي ورا دي، تمام، وتحطها على اي مكان في الفيديو بتاعك. هنخش دلوقتي بقى على الكامتازيا ستوديو، برنامج المونتاج، على حسب بقى البرنامج المونتاج اللي انت عايزه، يعني عادي مش مهم، ممكن تختار اي برنامج مونتاج. طيب يا شباب نكمل شرحنا. دلوقتي بقى هتجيب اي فيديو خاص بيك، تمام، يعني اي فيديو بقى انت مصوره بالكامتازيا، اي حاجه يعني، تمام. مش هقولكوا يعني التعديل عليه لازم يبقى حاجه معينه وتظبط بقى البكسلات تبقى كده ولا كده، لا. اهم حاجه حط الفيديو بتاعك في التايم لاين تحت، وروح دوس امبورت ميديا، جيب الانيميشن، تمام، اللي انت كنت محمله او الزر اللي انت كنت محمله، تمام. فحالتي انا شخصيا جبت الزر اللي انا محمله اهو، تمام، وهضيفه للتايم لاين بالشكل ده. يعني هندوس عليه كليك يمين كده وندوس اد تو تايم لاين، او نسحبه بالشكل ده. طيب شباب دلوقتي اهو عندنا الزر ده، طبعا ده مش بتاع سبسكرايب، ده بتاع اللايك، تمام. ما علينا، يعني كلهم زي بعض، ونقوم ظابطينه في الحته اللي احنا عايزينها، تمام. وهنروح على كلمه مور دي، ونقوم دايسين على الفيجوال افكت، تمام. وهنلاقي في حاجه اسمها ريموف كلر، ريموف كلر بالشكل ده اهي. وعلى فكره الشرح ده بينطبق على اي برنامج مونتاج. ممكن بالطريقه دي تدور على ريموف كلر، او شوف هي اسمها ايه عندك في برنامج المونتاج، وخدها كده وتدوس اد تو سيلكتد ميديا. اهم حاجه اتاكد ان انت دايس على الميديا بتاعت السبسكرايب او اللايك بوتون، تمام، اللي هي زر الاشتراك او زر الاعجاب، تمام. اتاكد نسبه 100% ان انت واقف عليها، تمام، بالشكل ده. ودوس كليكايه كده هو كليك يمين على الايفكت ده، ودوس اد دو سيلكتد ميديا. هتلاحظ ان هي الشاشه الخضراء دي اتشالت، بس برضو مش الجوده اللي احنا عايزينها. يعني لو نلاحظ ان هو اللون ابيض وهنا هو اللون اخضر. لا طب هنعمل ايه يا عم يوسف؟ تفضل كده، ما احنا اللون اخضر. لا، كل المطلوب منك ان انت تدوس هنا اهو على اختيار اللون، والعلامه بتاعت سيلكت كلر فروم ايميج دي هندوس عليها، هندوس كده اهو هنلاقي رجعت تاني. طب هنعمل ايه؟ طب ما انت كده بوظتها اكتر يا عم يوسف. لا، هندوس كده اهو تاني، ونقوم دايسين كده هنلاقيها اتظبطت معانا باللون بتاعها الطبيعي من غير اي كروما او جرين سكرين بالشكل ده اهو. تعالوا بقى نشوف كده، احنا حطيناها كده وخلاص، نشوفها من اولها لاخرها. بس نقفل الصوت، ممكن احنا نقفل الصوت شويه. ده طبعا شرح ان شاء الله هيتم تنزيله النهارده. زي ما احنا ما شفنا هو شباب، ده الايفكت بتاعي او اللايك بوتون اللي انا حاطه، تمام، بالشكل ده. لو تلاحظوا ان هو طالع كده وقام عمل لايك ومسحوب تاني على جوه، لان ده الايفكت اللي انا عايزه. فبالتالي بقى يعني ينطبق على الشرح ده السبسكرايب بوتون، اي جرين سكرين
انت تقدر ان انت تشيلها بالشكل ده. يعني انت مش لازم بقى تكون يوتيوبر وعايز تضيف السبسكرايب او اللايك بوتون، لا انت ممكن مثلا تكون بتشتغل في الافلام وكده وعايز تعمل نفسك مثلا ايه، في اسد هيهجم عليك، كل مطلوب منك ان انت تكتب هنا اهو اسم الحاجه اللي انت عايزها وجنبيها جرين سكرين، ولما تحملها بتقوم جاي حاططها وتشيل الخلفيه بتاعتها بالشكل ده. ده كان كل شيء في حلقه النهارده. ما تنسوش لايك سبسكرايب للقناه كومنت تحفيز عشان نقدر ان احنا نتقدم دايما خطوه لقدام. بتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله، في امان الله.